أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب اكتساب اللغة الطور الثاني كتاب أصدقاء العربية في شرح للأسبوع 15، وهو أسبوع المراجعة الذي سنتطرق فيه لأبرز الموضوعات المتصلة بدليل الدراسة المرجو منكم دراسته في الاختبار النهائي. أذكر أن الوحدة التي نقوم بشرحها والتي قمنا بشرحها هي هويتي، حيث أن المفهوم الرئيس فيها هو الروابط، والمفهوم ذو الصلة هو الأنظمة والأعراف، أما السياق العالمي هو الهويات والعلاقات بين قوسين تشكل الهويات. إذن عرفنا كيف نعبر عن أنفسنا باستخدام مفردات جديدة ومن خلال النصوص المقروءة. عبارة البحث والاستقصاء هي: يرتبط البشر بأنظمة وأعراف لغوية مختلفة تشكل هوياتهم. إذن أنت ترتبط بزملائك وتعبر معهم عن نفسك وباستخدام مفردات لها علاقة بهويتك وثقافتك وتراثك. الموضوع الأول الذي سنتطرق له هو درس المصادفة العجيبة، حيث سيكون لدينا فهم المقروء. ستقوم بقراءة هذا الدرس والتعرف إلى أبرز المفردات فيه. مثلا في الصفحة الأولى من هذا الدرس، ماذا تفعل يا ويليام؟ أتفقد البريد الإلكتروني لكنني أشعر بالملل. غدا يوم عطلة، ما رأيك أن نذهب لزيارة أختك في مدينة برايتون؟ فكرة رائعة، ستكون مفاجأة لأختي، والسفر إلى برايتون بالقطار ممتع جدا. إذن هل في هذا الدرس كيف سيسافر ويليام مع زوجته إلى مدينة برايتون، أو أين سيسافر؟ ماذا كان يشعر ويليام عندما جاءت زوجته إليه؟ أنه كان يشعر بالملل. فأين سيذهبون؟ سيذهبون إلى مدينة برايتون. متى كان يتفقد البريد الإلكتروني الخاص به؟ مع من كان يتحدث؟ كان يتحدث مع زوجته. إذن من هذا النص نستطيع أن نحلله من خلال مجموعة من الأسئلة. أما الموضوع الثاني أو الموضوعات الثانية التي سنتطرق لها هي أل القمرية وأل الشمسية، فقد أطلب منك استخراج أمثلة على أل القمرية وأل الشمسية من نصوص فهم المقروء، وقد أقول لك أعطني من إنشائك مثال على القمرية والشمسية والضمائر المنفصلة تحديدا هي وهو وهما. هناك مثال عليها في نشاط رقم 9 في كتاب أصدقاء اللغة، تستطيع الرجوع إليه. فقد أقول لك صل بين الأسماء والضمير المناسب لها فيدرس ماذا أستخدم له. هو مفرد مذكر، قد نقول معه هو، أي تلعب تلعب هي، يدرسان نقول هما. أما الإجابة المناسبة للسؤال المناسب فهناك عدة أسئلة مثل أين، متى، هل، كيف، ماذا، لماذا. كل سؤال منها يحتاج إلى إجابة معينة، فهل تحتاج إلى الإجابة بنعم أو لا، كيف هي الحال، كم تتطلب العدد. أيضا المهن، عليك الرجوع إلى نشاط رقم 4 من كتاب أصدقاء اللغة لتفقد هذا التدريب، صفحة 53 والتدرب عليه. أذكر بأن هناك ورقة مراجعة سأقوم بوضعها في المنصة التعليمية الـ LMS، كما سأضع مجموعة من الأسئلة المشابهة حتى تستطيع التدرب عليها قبل الاختبار وتقيم ذاتك. أذكر بضرورة الرجوع إلى صفحة المنصة التعليمية لوجود أنشطة وتقييمات خاصة بموضوعات الاختبار تساعدك على فهم المادة بشكل أكبر. مثلاً كلمة يساعد، ما الضمير المناسب لها؟ يساعد مفرد مذكر كما قلت، فأصلها بالضمير هو. الشمسية والقمرية، علينا استخراج وإعطاء أمثلة، والحروف المشددة أيضا، وأدوات الاستفهام أذكر بأنها متى، أين، هل، كيف، ما، ولماذا، وكل أداة من هذه الأدوات لها صيغة مختلفة في الإجابة، فهل تحتمل الإجابة بنعم أو لا؟ متى تحتمل الإجابة بوقت؟ كم تحتمل الإجابة بعدد؟ أين تحتمل الإجابة بمكان؟
وهذه هي الخطوط العريضة المتعلقة بصفحة المراجعة الخاصة باختباركم. في حال وجود أي سؤال، أتمنى إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني ليتسنى لي مراجعة المادة معكم قبل الاختبار. أشكر استماعكم، وكل عام وأنتم بألف خير.